طيب ازاي نستغل بقى الكلام اللي احنا عملناه ده في ان احنا نخلي المستخدم يضيف صديق ليه من اليوزرز اللي احنا تم عرضهم قبل كده في الفيديوهات السابقة؟ ازاي احنا عرضنا المستخدمين كده كلهم جنب بعض؟ ازاي انا كيوزر عامل لوج ان اقدر ادخل دلوقتي ادوس على سبميت واكمل صداقة مع اي من الناس دي؟ مبدئيا انت هتاخد السكريبت زي ما انت شايفه كده، احنا واخدين كوبي وبيست المين لليوزر نيم، الفاليديت بتاع اليوزر نيم، وهيبقى عندي صفحة اسمها x.php، هي دي الصفحة اللي انا بروح لها في البوست. لو تاخد بالك ادي البوست x.php، بيروح على x.php وبيعمل include functions.php، وبعدين بيقول if set البوست يوزر نيم، كان جاي لي قيمة هنا اليوزر نيم ك بي اتش بي متغير بي اتش بي بيساوي بوست يوزر نيم، الاس كيو ال بيساوي سيلكت اول فروم يوزرز، وير اليوزر نيم بيساوي المتغير اللي اسمه يوزر نيم، العادي بتاعنا ريزلت ماي سيكوال اي كويري كونكشن والاس كيو ال، والنم روز بتساوي الاكس، واف الاكس بتساوي صفر، يعني المستخدم ده مش موجود عندي. طيب اف الاكس بتساوي واحد، يبقى المستخدم ده موجود عندي، وطبق نفس الكلام ده. يعني لما الاكس بتساوي واحد، عرض الايمج بتاعت افيلابل، يبقى المستخدم ده فعلا عندي، تقدر تضيفه للاصدقاء. لكن else عرض، او الحاله بتاعت اكس بتساوي صفر، عرض النوت افيلابل. طيب بعد ما عرض الافيلابل عمل ايه؟ عمل while row بيساوي ماي سيكوال فيتش اسوك للريزلت اللي احنا عاملينها فوق اهي، وبعدين ابتدى يعرض بقى، بتاخد ياخد ال اللوكيشن بتاع الايمج عشان يعرضها، يحطه في بي اي سي متغير بي اتش بي، ويعمل ايكو للايمج وللبرنت ار وكل الداتا بتاعت المستخدم. يبقى انا متوقع كده هشوف ايه، هشوف المستخدمين بتوعي معمول لهم ايكو دلوقتي، وادي التكست بوكس اللي مستني مني ادخل اي من اليوزر نيمز دي عشان يبدأ يعرض الداتا بتاعته زي ما انت شايف كده. هنا نعمل diversion ونقول style الويث بتاعه يبقى 100%، clear both عشان نقدر نشوفها بالشكل اللي احنا عايزينه، ونقفل ال diversion ده. هنا هو ده الشكل اللي انا عايزه. لو كتبت هنا محمد هلاقي على طول طلع لي الداتا بتاعت محمد، او بعد ثانية بالظبط هتطلع لي الداتا بتاع محمد. واحد هيقول لي خلي الثانية دي يا عم 300 مللي سكند، انت ليه كده معقدها؟ اقول له مفيش مشكلة، كده هيبقى احسن شوية، او الاستجابة هتبقى اسرع. لو قلنا زكزك كده الاستجابة بقت اسرع.